الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم دي بالاستعانة قلنا تهاجيتو لأنه تحلقت الحلفات كلها أتممنا هاني. فالله سبحانه وتعالى لبل إياك نعبد وإياك نستعين، ودي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبل وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا استعانتها يعني دي حمس نقطة ديبا قلنا شرحنتو شوفك إن دابلنا إن شاء الله. الاستعانة معناها ميزة، الاستعانة طلبت من رب العالمين، يعني شيء نطلب من رب العالمين أو شيء نحدي أو من رب العالمين لنطلبه من رب العالمين لنتمنيه معناه ومن رب العالمين لنحديه معناه هاتو. والأول استعانة برب العالمين، نستعين بنا الاستعانة بالله عز وجل. واستعانة برب العالمين يعني بدوح صفات بديبة، لك قل لك همال نايتذللتا يعني كامل، يعني إنسان من رب العالمين استعين معناها يقول رب العالمين فوضى أنه أنت أنا يا رب العالمين قل كعبد وقل كاستعين. هو اللي قال طالما قل كعبد اللي يكو قل كاتليت العبادة ولا ما استعانت ولا سديت قل ك من كات اللبا نبل كإياك حقاً بل إلا يعني معناها من كان حد تو وبلا إلا نقطة لك الأول. نقطة لك الأيد ممكن أوره كمان بمخلوق قال استعين قدر بقدامه على شيء إنسان لقدر ديبو يعني حسب استطاعات لنايو يعني قلس دين لقدر دين لحد منه سلفن لقبله إلا ساعة ترفع مسلية لقبله إلا بتحق ديال لقبله. وإنسان كمان استعين قدر دي بطولة تعالي ورب العالمين بيلا تعاونوا على البر والتقوى. مشكلة ألبو ديبان دي بلا كمان استعين أبو لأن رب العالمين بيلا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ورب العالمين بيلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والثالث الاستعانة بمخلوق برضو كمان سنيته حاضر قادر قبل دي بس عاد له تقدمها قل كا ممكن قل لصديقك كما لبينا قل ارفع مثلك قل اكرم مثلك قلت استعين بإنسان برضو قبي. الاستعانة برضو بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر قائب لا يقدرون على عالم مباشر، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد لهؤلاء تصرفا. أيوة هذا دي بنصرت لا لنهي لما تلعلا أنه إنسان ما يتبو أنت حتى ليقدر لي هلا أبو يا فلان يا ما يا 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 ولي الله يا فلان يا فلان ده بيلك الإنسان أستغيس نعاس دي نرد أني سيجى فلان من بيجى فلان ده بيلك إلا عندما تجلس ذيك يقدر وعلمنا يقيب الأبو وقال الله روحته كمان لموت قال قرأ قدره ثم موتا. ورب العالمين تلا قادر ولا سمع ورب العالمين تلا علم قيب الأبو ورب العالمين تو دي كل شيء لما تصرف أنت لقادر إن ده دمك منه بق إنسان لما خلوق لما يت بو استغاثتك قلت هيدا استعانتك قلت هيدا وبو منك تطلب ومنك تحدى اللي نهاية لابد يبو ولا يقبئتو وشركتو باب من أبواب شركتو. كاليت استعانت برضو بأعمال قبي بأعمال يعني بعمل وشيء مشروع يعني رب العالمين لفتيو لأن رب العالمين بيلا بعمل سني بعمل لصالح وممكن قلت استعين قدر منها الصلاة لأن رب العالمين بيلا واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني كفوت مثلا أنا همت متأكة مشاكل متأكة قلة متأكة تتودي تسلي تصبر لكل نوع من أنواع شنو استعانته. والدليل دي بالله يعني كله بأن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ومن حديث إذا استعنت فاستعين بالله إلا بالله ما يستعان الدبانها أدي ديب الاستعاذة إغني جيشتو. والله سبحانه وتعالى لبل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلا هي يعني ميت أدي الاستعاذة من متى تعوز عليك والاستعاذة ميتة يعني الاستعاذة بيلو طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه. فالمستعيذ محتمٍ بمن استعاذ به ومستعصم به والاستعاذة أنواع. هذه بالله الإنسان لا استعاذة لو ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بلده هنا يعني إبربيت لنعوذ علينا من الشيطان. وإنسان كمان بيننا لسورة المعوذات يعني إنسان يقول له رقية لأستخدمها قل خير لأستخدمها قل مسوى فجر أذكار مسوى صباح جل أستخدمها قل القرآن رب العالمين تشفاته ودواته. وأول الآيات ديبا قل أعوذ برب الفلق قنبل
يعني نعوذ بربي. والتاية لك قالت كمان قل أعوذ برب الناس إلا من كل لخلقات. وتهاجينا ديبا لأنه الله سبحانه وتعالى يعني قل الإنسان مجال ديب يعني يمكن زي أربع نقطة ديبا قسميات. ورب العالمين قلنا بزوح أبواب فتحة قلنا وبزوح مجال فتحة قلنا قل كفو رب العالمين نستعين كفو رب العالمين كفو بنا استعين وكفو بنا استعيد هذا دي بلنا لنا لن استعادت الله سبحانه وتعالى لبل يعني دي لنقتل حتى وما شرحناها الاستعادة بالله تعالى هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضرا أو مستقبلا صغيرا أو كبيرا بشرا أو غير بشر. يعني إلا لاستعادة حماية ولجوء ومن كل شر ومن كل حاجات عدم لتمتأني وقرر لتمتأني وإذا لهليت نيش تقبى وعبت تقبى برب العالمين أستعيد تبلا لك أنت فتبل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من كل خلقه إلى آخر الصورة. وكمان تبل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى آخر الآيات برضو. ولك رأيتها يعني الاستعادة صفة من صفات من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى والدليل كما الذي يقول قول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أنبل دي بذكار من يساوي صفح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما أتعيد لك وبهجينا يا رب العالمين من كل أنت خلقه ولا هي يعني الاستعادة كم سلات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. وقوله في دعاء برضو كمان ديبا ألم وديبا وجع وديب القلها اللي كم قبي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر أعوذ برداك من سخطك. وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أعوذ بوجهك. إلا كلا استعادت لجائزة ولا موديّة بشكل يومي بالذات يبكر رقيات وأذكار ويعني ومن شر ومن فتنة ومن حسد ومن لا قبل ساعات كائن بربنا قد تعوز بنا أعوذ بعظمة الله نقتال من تحت انبل يا حيا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفس طرفة عين. أعوذ بعظمة الله من قدرتي من شر ما يجد حاضر أعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم كلا أن ذكرتك أدي لثالثيت الاستعادة كمان بأموات أو بأحياء غير حاضرين ليهني جائز يكون يعني ليهلو لما يتام وقلو كمان يعني اللي شركته يعني إنسان ما يتنتك وقلت عاوز أبوك ولا يديه عشان كده بيقول الله سبحانه وتعالى بدليل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. يعني أنت رب العالمين قلت أستعيذ بك إنسان لما يت وإنسان لا يهلو كيف قلت أستعيذ بهم. لا رابع عيد الله سبحانه وتعالى برضو يعني بدليل لبياني قلنا دي الله آيات إلا لسال سيد عالت أدي ترى قدرنا لأن قلت لرابع عيد يعني من مخلوقين من بشر الاستعادة بما يمكن العوض به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ودليل الاستغاثة قوله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم فعادت به سلمة الحديث. وفي وسيلة أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. إلا أنه يعني كل ندي بلن لا 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 سعيد دي بلن تهجعنا أدي لا نقط لك هالي دي با أو من نوع من نوع العبادات دي با جيسنا تنقط لك هالي دي لنا أو دي بقنا تهجعت إن شاء الله. ولا بينا الاستغاثة ورب العالمين بيلا إذ تستغيثون ربكم إذ
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله سبحانه وتعالى دي من سر بدوح بيانا قلنا بدوح وضحا قلنا استغاثت ميتا أولا زاد الاستغاثة ميتا، استغاثت طلبت كمال بيننا اللي كله طلبته، طلب القوث وطلب الإنقاذ من الشدة والهلاك، سديد رد إيد طلب من يا رب رد أن تبل من رب طلب لرد إيد، من رب طلب لا لا لإعانة، من رب طلب لقوات وقت شدة وقت هلاك. يا الله يا كريم بيركم من قبي رب العالمين اللي ودق الكاء وبلن هيني لدليل قلناك من لوت إن شاء الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. الآية التي بسورة الأنفال رب العالمين زكريا والاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها ووتو أدبنا الرسول نايا رسولته ونايا أنبياءته. والله سبحانه وتعالى أقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدوح أنجز أقوله اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، يعني مجرمين ومشركين وكفار العرب الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ديبهم واستقاها برب العالمين دائما هالليل وديون درفعاء وبكر على مسلول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ديبهم لبالله يتا مركبوا على اللي دي بحديث لذكركم سليوتو دي بقدوتنا بدر الحديث اللي الإقلام هي دو مرة كالي نقرأه في قدوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 300 ألف على وتم دي بقدوة بدر للمشركين ورسول صلى الله عليه وسلم دي بمثل 300 نفر على وبدع 10 رجلا فدخل العشاء العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة قبلة مدى تولبا رسول صلى الله عليه وسلم اللي دعاء بدعاء اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لكفار المشركين ولا بوس العالم من أهل الإسلام لا تعبدوا في الأرض اللهم إن شاء الله يعني إسلام إن شاء الله قلت عبدوا إسلام قل استقر وإسلام قل يديم وإسلام قل هلا وقل المبر وقل الحكم وقل وبقوات قل قباء ومسلمين بعجات قل المبر يا رب اللهم كفار أنت تقوم منهم بلا الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رضاؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. لأنه أبو بكر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم باطئ أسك ما لدعا لكم مثل ديه وإن درفعا وأسك ما لبالله من منكب واتقى وأبو بكر رفع يقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رايبات العلا وبيلا يا رسول الله كفيك ربي كدعيك وربي إن شاء الله قال أنجزك الكاتو بيليو وبالله يعني كمان الاستقاثة بأمواتي تقبيني كم سلها أنت بما إنسان بما يدبك تستقيس يقبيني جائز يكونيني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون لم منتم مثل رب العالمين لا لا تجيب يعني فإنسان ما يتقل للدليل نايا إنسان لما يت وإنسان لا يهلو قلت الدعاء يوم واستقحت قلت اطلب منهم وقل ردؤك يقبئني سال سيد استقاست بحياة يعني قادرين لو ودوا ممكن قلش قولة قدروا وقلش دوك لا قدروا ممكن تستقيس بهم فالله سبحانه وتعالى بل فاستقاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه يمكن أن تقل نفرت بالملا يرد أني سديني فبرضو مشكلة ألبوني سانا سدي لرعب عيد الاستقاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أنه له قوة خفية مثل أن يستقيث القريق برجل مشلول في هذا لقو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعله والعلة الأخرى وهي القريق ربما اقتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها يعني كمان كأريد إنسان لي قادر بو كمان أستغيث وكم صار مع النفر يعني وضع كم قبي أو يعني قرق كم قبي دي بحرك با دي با كان ماي دي بعيلالك با إنسان مكسح وإنسان مشلول لي يقدر يقولوا ندت لك يكسد أني يبالو يقدرني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تمتع حلقة دي بالذبح نتاقي ونكمل لنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.